اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. احنا مش هنستنى لغايه لما نعمل التحاليل، عندنا سكر زياده، عندنا كوليسترول، عندنا الحاجات اللي احنا بنسمع عنها. خلونا كده في الامان وناخد السكه من قصرها زي ما بيقولوا. يعني ايه يا شيف؟ عندك الثلاجه والمفاتيح في ايدك انت، تقدري تعملي اكله فيها دسامه، رز معمر، في سمنه، في قشطه، فراخ هتعمليها بزبده بسمنه. قواعدنا في الاكل الصحي واضحه وصريحه. يعني ايه يا شيف؟ يعني بتجيبي الاكله ايا كان المطبخ بتاعها او الانتماء ليها، وبنبعد ابحاث علميه عليها، ابحاث علميه من المغازي، بنشوف ايه الدهون اللي موجود فيها، ايه البروتين، ايه النشويات، ايه الكربوهيدرات، ايه الماده الدهنيه وهكذا. النهارده معانا فراخ، وعايزين نعمل النهارده البرجر. البرجر كلنا عارفين استخدامنا للصويا البودر، ممكن يكون فيها بروتين زياده شويه، فيها نسبه كوليسترول عاليه شويه. احنا هنعمل النهارده البرجر بالكينوا، ودي فكره جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. ايه هي الكينوا يا مغازي؟ الكينوا دي حبوب محاصيل عادي، بتتحصد زي اي محاصيل، ولكن من القطنيه زي السبانخ او الورقيه وزي الشمندر، بتتجاب وبتتزرع طبعا في امريكا الجنوبيه، ومنها الورق بتاعها الاخضر بيتاكل، ولكن غير متوفر هنا. فبنجيب الحبوب بتاعتها بعد ما بتتيبس او تكون موجوده عندنا، بنستخدمها باشكال مختلفه، يا اما بنسلقها بنحطها مع طبق السلطه، يا اما تتاكل كده زي ما هي، او تتحط مع حليب دافي حسب الرغبه. سعرها غالي شويه ولكن الرياضيين بيحبوها لانها غنيه بالالياف والبروتين، وطبعا مفيدة جدا، والأحماض الأمينية مضادات أكسدة، زيها زي الشوفان طبعا، ولكن الشوفان شوية سعره في متناول الجميع. معانا النهاردة السوفليه من المطبخ الفرنسي. كلنا عارفين السوفليه لازم يكون هش كده وله شخصيته، ولازم تاكليه مجرد ما يطلع من الفرن. هنطبق المقولة دي على بطاطس السوفليه النهاردة بالفاهيتا، فكرة جديدة، فاهيتا من المطبخ المكسيكي وسوفليه من المطبخ الفرنسي، ده لقاء العمالقة جوه طاسة واحدة أو طبق واحد أو بايركس واحد، هندخله الفرن ونشوف شكله في الآخر. معانا عصير النهاردة المشمش، واشوفك في المشمش، هنعمله سموز النهارده قبل ما يودعنا، ولكن بالزبادي قليل الدسامه او قليل الدهون شويه، وده موجود في اي سوبر ماركت. النهارده في افكار بسيطه وسهله، وكمان اقدر ان انا احطك على طريق انك تعملي اكل صحي ولكن بدون تكلفه من جوه الثلاجه ومن جوه مطبخك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هنعمل دلوقتي مع بعض عصير. اشوفك في المشمش، عباره عن مشمش تلج سموزي، سكر، زبادي، والموضوع النهارده الزبادي الرجيم او الزبادي الدايت هيكون اساسي في العصير بتاعنا، ودي حاجه حلوه في السموزي بالذات. وكمان ممكن نحط شويه فانيليا اذا احنا حابين حسب الرغبه. حلو الكلام؟ تعالوا نعمله مع بعض. مقاديره على الشاشة شفناه زي الفل هنا، ونشتغل مع بعض زي ما هو مكانه اهو. عينيا المقادير على الشاشة، مشمش نشيل النوى منه، خلي بالك ده مهم جدا، وتحط في الاعتبار اوعى تنسى نوايا واحدة، مش علشان ان احنا يحصل لنا، عشان هتكسر لك الخلاط وبعدين نزعل من بعض ونقول الشيف المغازي حطه بالنوى بتاعه. ادي المشمش، نشيل نشتغل مع بعض يلا. السكر اهو زي الفل، وإذا كان المشمش مستوي زيادة شوية قللي من السكر، لأن كل ما المشمش استوى كل ما بقت الإيه الحلاوة فيه زيادة. ربنا يحل ما بين إيدك يا رب. نعم يا فندم. الزبادي طبعا رجيم هنا دايت، بيتجاب من أي سوبر ماركت، بيتجاب دايت. زي الفل. ممكن على فكرة بدل السكر تحط عسل، ما تحطيش خالص. يعني أنا بصراحة لو هشرب العصير ده مش هحط لا عسل ولا سكر، اكتفي بالسكريات اللي موجوده في المشمش. حاضر. عينيا السوفليه لسه، تبص عليه، ايه رايك تبص عليه كده؟ ايه ده، اخطف الكاميرا كده من على المشمش والحلاوه دي على السوفليه، ايه الجمال. كسروله ازاز بتجمع ما بين دولتين، المكسيك وايطاليا. حلو الكلام. هنا اهو زي الفل في الفرن معانا، ولكن بخفه دم مصريه، السوفليه من المطبخ الفرنسي، وعندنا المكسيك طبعا الفاهيتا. كل دول هيضربوا في الخلاط مع بعض. فين التلج يا شيف؟ اهو. يعني
لا ما الخلاط ده انا جايبه للسموزي. بيقول لي التالي الخلاط ممكن يتكسر كده. لا يا شفيق ما تزعلش. دايما لما بنعمل السموزي بتاعنا نحط في الاعتبار ايه المشكله. لو انت عندك حماتك، عندك ماما، ضيوف عندك، نسالهم والله حابين نحط سكر، حابين نزود بالزبادي. ممكن واحد مثلا يقول لك انا مش عايز اشرب السموزي بالزبادي. الله عليك يا استاذ رحاب، ممكن بالبطيخ، بس خلي بالك لازم تشيلي البذر من البطيخ. ايه الحلاوه دي يا صبابين العصير؟ زيدوا حالاته. هو المشمش كده كده حلو ومسكر، مشمش البلدي بتاعنا بالذات. زي الفل. حاضر يا فندم. صب العصير. وزي ما قلت في بداية الحلقة، قبل ما تفكري تعملي أكل، الأول تعملي عملية جرد، عملية بحث جوه التلاجة بتاعتك. ادرجي التلاجة، افتحيها، تأني في المشتريات بتاعتك علشان ما تجيبيش حاجة وتحط حاجة على حاجة في قلب التلاجة. وبعدين تقدر تقرر المنيو بتاعك ايه، او الغداء بتاعك ايه النهارده. حلو الكلام. النهارده الاكل صحي بقدر الامكان، قدرنا نهرب من الدهون والحاجات اللي بتؤدي للدسامه والوزن الزياده. بطاطس السوفليه استخدمنا ليها بياض بيض امن، يعني بروتين برضو حيواني، كربوهيدرات موجوده في البطاطس، نشويات. الخضره بتاعتنا اللطيفه اللي شكلها يفتح النفس. البرجر اللي على الشاشه الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، فيها كل حاجه، الطماطم والبصل. ولكن كان الجديد، وطبعا دايما على شاشه القناه الاولى دايما عندنا الجديد وعندنا الابداع والرؤيه حتى في التفاصيل الصغيره. الكنوة استخدمنا ليها البرجر النهارده، ده جديد وقدرنا نعمله بطريقه جديده، ونقدم معاها برضو شرايح البصل والطماطم لاولادنا مع الخبز اللي هم بيحبوه. اشوفك في المشمش، عصير المشمش النهارده، او السموزي بالزبادي قليل الدسامه، او الدايت اللي موجود في السوبر ماركت وده موجود باسماء مختلفه. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. ♪